خوتي بسم الله، السلام عليكم، صباح الخير على الجميع. يوم الحد ان شاء الله كنت واجد في سوق القريعة، في سوق الكلاب، جيراء الروت تبارك الله ما شاء الله. الخير اخوتي ما شاء الله. اما مكملين الشهر، اما مكملين الشهر اخوتي 28 يوم 29 جور اخوتي عندهم في السن ديالهم تبارك الله. كاملين دوكور، كاملين إيناس؟ لا، وحدة اللي نتوى، وحدة اللي نتوى وثلاثة دوكور أخوتي. أخوتي بقينا في الدار، الأم ديالهم باقي عندهم أخوتي السلعة في الدار، اللي بغى شي حاجة مرحبا به. الأنثى البيع ولا ماشي البيع؟ ماشي البيع أخوتي. ياه تبارك الله، الله ييسر لكم الأمور. شحال السن ديالها هي؟ عام وشهر تبارك الله. أنثى روس سلالة مزيانة أخويا. هذا بوم ومون. عندهم أخوتي الكوبل جايبين غير الأنثى مع الصغار، حيت باقي كيردعوا، باقي كيردعوا شوية. لا كياكلوا كوكان فوق النير. بداو ياكلوا شوية. بداو ياكلوا أخوتي. الثمن خويا شحال؟ الثمن البياسة شحال؟ نتوا 1200 كورة 1500. نشيوات اخوتي كل بغاشي عاد نصوبو. نشيوات قلت لي 1300 الانثى اخوتي جروه انثى روت 1300 درهم، والذكر 1500 درهم. الانثى 130 اورو والذكر 150 اورو. بالنسبه لخوتنا الجزائريين التوانسه اللي كيتفرجوا فينا، كنحاولوا نوصلوا لكم العمله باش تعرفوا الصرف المغربي اخوتي. الأنثى أخوتي تبارك الله، الآخرة قال لي راه سلالة مزيانة تبارك الله تبارك الله. إلا بغيتي تقول الرقم ديالك 06 02 81 58 18 نهضر معاك. اللي بغى شي جروة أخوتي روت مرحبا بها، الرقم ديال الأخ تواصلوا مع أخوتي الله ييسر لكم الأمور. عنده هاد البياسة مالين وتبارك الله. هادي خويا أنثى ذكر أنثى أخوتي. السن ديال أخويا والثمن 4 أشهر. الثمن البيع خويا 1600 درهم أخوتي، اللي هي 160 أورو. كاين شي دريساج قباحة؟ بقى صغير، بقى صغير أخوتي، بقى ما بداش يخدم معاها تبارك الله تبارك. نميرة واحدة أخوي، نميرة واحدة ديال كلش. سير خويا قول لي 06 35 29 30 43. الرقم ديال مول المالين واخوتي اللي بغى البياسة مرحبا بي اخوتي، تواصلوا معاه الله ييسر جميع الامور يا اخوتي. هادو جيراء البيرجي، بيرجي المو اخوتي. السن ديالهم خويا شحال؟ شهر و 29 يوم اخوتي. ثمن البيع خويا 300 درهم اخوتي هو ثمن البيع. لا راه زوين اخويا تبارك الله. رقمك الا بغيتي تدوزو مرحبا. 07 09 10 11 22 باقي صغير اخوتي، والشراسه سبحان الله من الصغر ما شاء الله. خوه اخوتي تبارك الله ما شاء الله. سدوا كور اخوتي ما شاء الله، الله يبارك لكم اخوتي، تحياتي لكم. خوتي باقيين في سوق الكلاب بالشول مالطي خوتي. شحال السن ديالو خويا؟ شهرين اخوتي السن ديالو ما شاء الله تبارك الله. ثمن البيع خويا 1800 درهم اخوتي، اللي هي 180 اورو. بالنسبه لخوتنا اللي ما كيفهموش العمله المغربيه، راه كنبغيو نوصلوا لكم. اما خوتنا المغاربه راه عارفين العمله بالدرهم. بياسه زويونه اخوتي ما شاء الله تبارك الله، كلاب الزينه، عشاق ديال الكلاب المنزليه
كيحبوا هاد السلي عادي ما شاء الله. قولي اخويا رقم الو ولا حبيتي 066 اخوتي 02 03 98 اخوتي بيشون المالطي اللي بغى اخوتي البياسة مرحبا الخير ما شاء الله تبارك الله. تحياتي اخويا الله يسر لك الامور. اخوتي باقين في السوق تسول على اخويا اش كنسميو سطاف سطاف امريكا سطاف اخوتي ذكر انثى نشوى اخوتي السن ديالها شحال خويا هزه اللي بغيتي ما كاينش مشكل السن ديالها شحال خويا شهرون اخوتي 45 يوم تبارك الله تبارك هذا هو سطاف اخوتي محبوب الجماهير تبارك الله. كم البيع خويا شحال 1000 درهم خوتي 100 اورو هو كم البيع تبارك الله تبارك ديتي مع شي دريسه شي ويلي الله عندك شارون باق واش نحط بلاك اللي حبيتي انا ما عنديش موش اصطاب خوتي سوق الكلاب القريعه اكبر سوق في كازا اللي بيع الكلاب وفي المغرب كاع وربما في افريقيا كاع جميع انواع وسلالات الكلاب موجوده عند الباعة هنايا الدراري اليوم الحد السوق تبارك الله كيكون عامر ها الدوبرمان فينا هو جاي بغي يلعب مع الصطاف خويا تحياتي الله ينصرك خوتي باقين في سوق الكلاب في القريعه المالين وتبارك الله وانت خويا انت ذكر ذكر اخوتي ذكر اخويا شحال السن ديالو عادو 3 شهور 3 شهور اخوتي شهور اخويا قبيح شرس شويه شويه غنشوفو القباحه ديالو الثمن ديالو ديال البيع شحال خويا 1500 درهم اخوتي 1500 لا راس مزيانه لا راس مزيانه ثمن البيع اخوتي 1500 درهم اللي هي 150 اورو اخوتي بغى يدار بغى يلعب راه صغير باقي ما عرفش واش يعرف شي ديشي مع شويه الدريساج ولا باقي دريس قباحه عطو بيه 1500 انا كليتو اغلى مني واش غدير ضروري راه واجب عليك أمانة عندك خاصك تهلا فيها رقم الو رقم الو دوزو يا لا قولي رقم الو ديال مالين واخوتي شاري سبقا بقى شنبور ولكن راه باغا يعض وباغا يرونا ناري ناري الافتراس اخوتي هذا خطير كريع والله وتعدني جند ديك الحديقه اليوم بالله من جبد النميره قول لي دا شو باغا يعدد و تحترم الكلب كبر منك اصاحبي اخويا 06 30 95 49 49 عندي حتى الفريخات الى بغا يشوف عنده شي طيور اخوش مرحبا بكم سوق القريعه سوق الكلاب الخير موجود على الدراري هنايا مرحبا بالجميع عشاق ومحبي الكلاب كتحياتي خوتي باقين في السوق بسم الله جراء المالينوا تبارك الله خوتي الخير ما شاء الله حسن ديالهم خويا شهر وربع ايام اخوتي تبارك الله تبارك الله الخير اخوتي تبارك الله
ثمن البياس اخويا شحال؟ 1500 درهم اخوتي البياس. لا راه زوين اخويا، وانت اللي حريفي خويا. هضر على سليعتك انت، راه الفيديو راه غيدوز في اليوتيوب. قول اخويا شنو المشاهدين اللي كيتفرجوا اخويا راه كيشوفوا، هي راه كتبان لا راه زوين، راه كتبان نوار شاربوني. الخير اخوتي تبارك الله. اخر سولنا قال لك ترى السلعه قدامك، السلعه راه كتبان اخوتي، اللهم بارك وزيد في ذلك. ثمن البياس قلت لي 1500 خويا. رقم الو تخليه خويا، قولي رقم الو. 06 20 44 42 42. صفر 7 تحياتي لكم. اخويا حسين شراء تبارك الله. السن ديالهم شهر شهر و 4 ايام اخويا. ثمن البيع راه 1500 درهم. سليعه زوينه خوتي، الله راه زوينه على حسب ما قال لنا مولاها. وراه اللي حريفي وكيتفرج في الفيديو راه هو كيعرف المواصفات ديال المالينوا. الخير ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك وزيد في ذلك يا رب. الله ييسر الاخوان والجميع يا رب. تحياتي لكم خوتي. معاك السلعة اخويا، هذا اسم السلالات خويا بيرجي. بيرجي الموكاسي الم السن ذكر ذكر اخوتي. السن والثمن، السن والثمن اخويا 1000 درهم. السن ديالو عنده شهرين شهرين اخوتي تبارك. كارنيت فاكسان، كارنيت فاكسان كاين كلشي حاضر. الكارنيت فاكسان اخوتي تبارك الله. رقم الو خليه، قول رقم الو. 06 44 43 73 73 83 75 75 اخويا. تحياتي لك خويا. خوتي باقي نفسو الكلاب، كاينه النباح في الصباح والافتراس والكلاب باغيين يضاربو خويا. دمالين وبيرجي